عايز ابدا معاكم بيمكن ابرز القصص الاخباريه او قل ابرز القصص السياسيه في عالمنا العربي وايضا على المستوى الدولي. يمكن احدث شيء نقدر نتكلم عنه هو سلسله للاسف الشديد من الاكاذيب التي يختلقها ويروج ليها النظام الحاكم في قطر. سلسلة مستمرة على ما يبدو أنها لا تنتهي، ولا يريد النظام الحاكم في قطر أنها تنتهي. بالعكس، النظام الحاكم في قطر بيؤكد أنه هذا النظام السياسي الذي يحكم هذه الدولة الشقيقة العزيزة الرائعة اللي فيها شعب عزيز وشقيق محب ومحبوب من قبل الشعوب العربية، هذا النظام لا يزال مستمر في المراوغة من أجل الاستمرار في دعم الإرهاب. لا يستطيع قاسي أو داني أن ينكر أن هذا النظام السياسي الحاكم في قطر هو نظام داعم للإرهاب، نظام مستمر في تدخله في شؤون الآخرين سواء إذا كانت دول جوار أو دول غير الجوار أو دول خارج المحيط العربي. وهذكركم تاني بأنه الهند تكتشف انه في خلية ارهابية مدعومة من قطر وتعلن عن ذلك لو تتذكروا من اكتر من 3 اسابيع. طب قطر عايزة ان الهند او تحديد النظام السياسي الحاكم في قطر عاوز ان الهند ان كان يشعر بغيرة ما من بعض النظم العربية، ان كان يشعر بحقد على بعض النظم العربية وارد، لكن الهند طيب ما ظهر امس امبارح في تحريف واضح أصدرته أو روجت لي وكالة الأنباء القطرية لخبر بشأن اتصال هاتفي تم ما بين الأمير تميم أمير قطر وما بين ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. وكالة الأنباء القطرية حرفت مضمون ما تم في الاتصال الهاتفي. إزاي؟ لأنه بمنتهى البساطة ادعت كذبا أنه الاتصال جرى بناء على تنسيق ما بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ده اللي عمل التنسيق، وانه امير قطر بيؤكد على حل الازمه بالجلوس على طاوله الحوار لضمان وحده مجلس التعاون، وانه امير قطر بيوافق على طلب من ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلاف، وانه المبعوثين هيبحثوا الامور الخلافيه بما لا يتعارض مع سياده الدول. طيب المسألة انه لا علاقة على الاطلاق بالرئيس الامريكي دونالد ترامب في مسألة تنسيق لهذه المكالمة، ماشي. بعد هذا التحريف ايه اللي حصل؟ المملكة العربية السعودية اعلنت وعلقت وقالت انه اي تواصل او حوار مع السلطة في قطر هيقف، واتهمتها بانها حرفت الحقائق بعد ساعة واحدة من الاتصال. وبيقول مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية ان اللي نشرته وكالة الانباء القطرية حول هذا الاتصال لا يمت للحقيقة بصلة، وانه استمرار ده طبقا لوزارة الخارجية او تحديدا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تحديدا انه ده استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقيقة، وبيدل بشكل واضح ان السلطة القطرية لم تستوعب انه المملكة العربية السعودية ما عندهاش اي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق. وبيضيف انه الدليل على ده هو تحريف مضمون الاتصال اللي تلقاه ولي العهد من امير قطر، يعني الامير القطري بادر بالاتصال بولي العهد السعودي. طيب وانه هذا التحريف كان يدوب بعد دقائق من نهاية المكالمة او الاتصال التليفوني، ان الاتصال كان بناء على طلب قطر وهم اللي طلبوا الحوار مع الدول الأربعة حول المطالب المعروفة المشهورة واللي سبق وتم المناقشة فيها في نوفمبر 2013 وإعلان الرياض أو اتفاق الرياض في 2014، ومن ثم مع بداية الأزمة الأخيرة الخاصة برفض الدول الأربعة لما يقوم به النظام القطري من دعم للإرهاب. إن الموضوع بيثبت إن السلطة في قطر، وده طبقا لمصدر وزارة الخارجية السعودية، السلطة القطرية ليست لديها الجدية في هذا الحوار، وأنها مستمرة في نفس السياسة السابقة المرفوضة، وعلشان كده بتعلن المملكة العربية السعودية تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح في موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به. طبعا وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذكرت أنه الأمير محمد بن سلمان تلقى الاتصال الهاتفي من الشيخ تميم بن حمد واللي أبدى رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربعة بما يضمن مصالح الجميع. كويس؟ تاني، بما يضمن إيه؟ مصالح الجميع، مش مصالح الدول الأربعة وقطر، لأ لأ،
مصالح الجميع. وبتضيف الوكالة السعودية أنه الأمير محمد بن سلمان رحب برغبة الشيخ تميم، وأنه هيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا بعد ما تنتهي المملكة من التفاهم مع الإمارات والبحرين ومصر. إلا أنه وكالة الأنباء القطرية الرسمية تذكر زي ما كنا بنقول من شوية أن الاتصال كان بناء على تنسيق مع الرئيس الأمريكي. إيه علاقة الرئيس الأمريكي بالموضوع؟ لا علاقة له بهذا الاتصال، لا من قريب ولا من بعيد. ثم أن الرئيس الأمريكي موجود، يعني يقدر يقول أنا اللي بادرت بيه خلق مساحة حوار ما بين الاثنين، وأنا اللي اتكلمت مع الأمير تميم علشان يقوم بمبادرة الاتصال مع الأمير محمد بن سلمان. لكن هذا التصريح أيضا لم يصدر من البيت الأبيض، لم يصدر من الرئيس الأمريكي، وهكذا. بالتأكيد أنه أي حد عاوز يطلع على المعلومة لازم يرجع. طيب اللي أنا بس عايز أقوله هو انه وكاله الانباء القطريه كذبت قبل كده لو تتذكروا، وقال لك اصل احنا اتعمل قرصنه على الموقع بتاعنا. يا ترى هل ترى هيطلعوا المره دي يقولوا عذرا تمت القرصنه من جديد؟ احنا اسفين قوي يا جماعه، اصل الموقع بتاعنا اتخطف، اصله اتعمل له هاكينج. يعني الموقع القطري بيتهاك طول الوقت؟ يجوز.